ينضم إلينا من دبي فيتالي فيدياني المتحدث باسم سفارة أوكرانيا في الإمارات العربية المتحدة. السيد فيتالي، أهلا بك على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة. لنبدأ من مسألة المفاوضات التي تجري الآن بين أوكرانيا وروسيا، إذا عقدت هذه الجولة الثالثة من المفاوضات. نريد أن نتعرف على آخر المعلومات المتعلقة بهذه المفاوضات وإن كانت انتهت. مساء الخير مشاهدينا الكرام. كما عارفين حتى الآن ما انتهت الجولة الثالثة، ولكن نحن ممكن نتحدث عن نتائج الجولة السابقة، الجولة الثانية. للأسف الجانب الروسي لا يلتزم بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها، ويستمر في قصف هذه الممرات الإنسانية، وتحول هذه الممرات الإنسانية إلى الممرات الدموية. لا تمنح لخروج الناس من المدن، وتستمر في قصف المدن الأوكرانية بالأسلحة الثقيلة غير موجهة، وتستخدم الطيران لتسقط القنابل الثقيلة فاب 500. هذه القنابل يعني غير موجهة والثقيلة، وبهذا القصف ترتكب موسكو الجرائم الحرب يعني البحتة ضد الأوكرانية وضد السكان الأوكرانيين. نعم، سنتحدث لاحقا حول هذا الشق الإنساني وممرات الإنسانية، ولكن إذا هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، الجولة الثالثة التي تجري اليوم، ستركز على ما تحدثت عنه منذ قليل السيد فيتالي، الممرات الإنسانية والانتهاكات التي ذكرتها، أم ربما ستشمل كذلك المطالب الروسية المتعلقة بالقرم، الاعتراف الأوكراني بروسية المنطقة، بالإضافة إلى تحييد السلاح وسلاح الجيش الأوكراني بالتأكيد، بالإضافة إلى تعديل الدستور بطريقة تضمن الحياد؟ للأسف أنا ممكن أؤكد لكم أن هذه المفاوضات ستكون صعبة جدا. ليش؟ لأن لما شنت روسيا العدوان غير مبرر على أوكرانيا، الرئيس بوتين قال بوضوح إنه قد أنكر علنا حق روسيا في وشاء أوكرانيا في الوجود. هو يريد تدمير أوكرانيا واحتلال أوكرانيا بشكل كامل، ينكر يعني علنا حق أوكرانيا في الوجود. وطبعا هو يقدم هذه الشروط غير مقبولة إطلاقا من جانب الأوكراني. على سبيل المثال نزع السلاح و رفض حق أوكرانيا في وحدة أراضيها الغرب والأجزاء من المناطق الشرقية، وكمان يعني عدم انضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ولكن حبيت أذكركم أن عام 2014 هاجمت روسيا على أوكرانيا واحتلت قرم وأجزاء من أجزاء شرقية في أوكرانيا، وكانت أوكرانيا دولة محايدة حسب دستورها، وهذا ما وقفت موسكو من هجوم على أوكرانيا واحتلال أجزاء من أوكرانيا. إذن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال أطلسي هذه حجة بسيطة يعني لموسكو فقط. ولكن لا تفكرون إطلاقا في هذه المطالب؟ نحن نفكر يعني، لأن يعني السبب ويعني الهدف الأساسي من هذه المفاوضات الحين يعني في هذه المرحلة وقف إطلاق النار. نعم، هذه يعني هذا هدف الأساسي يعني عن هذه المرحلة. ولكن باعتبار أن الشق الإنساني هو الأساسي في هذه الجولة من المفاوضات. نعم يعني من شكل أساسي يعني وقف إطلاق النار في هذه المرحلة هدف أساسي في هذه المفاوضات. باعتبار بأن الشق الإنساني هو الأساسي في هذه المرحلة، كيف تجري عمليات الإجلاء؟ كانت روسيا تحدثت عن عمليات إجلاء أو هدنة في أربع مناطق للسماح للمدنيين بالهروب، خاركيف، كييف، ماريبول، سومي. كيف جرت هذه العمليات؟ روسيا بكل أنواع من العدوان تحاول منع يعني إنشاء الممرات الإنسانية، وتحاول
إجبار السكان الأوكرانيين باتجاه روسيا وبيلاروسيا، ولكن هذا هو يعني غير مقبول للجانب الأوكراني. كيف ممكن نجبر سكاننا يعني للدخول إلى الأراضي الروسية والبيلاروسية، ونحن نعرف أن روسيا ممكن تستخدم سكاننا يعني للاستفزاز وكدرع البشري؟ إذن هذا غير مقبول، وهذا أمر سخيف يعني، سخيف يعني بالنسبة لنا وساخر يعني. لما موسكو تطلب منا يعني سماح دخول الأوكرانيين إلى الأراضي البيلاروسية والروسية، عمليات الإجراء كذلك ما عدا المطالب بدخولهم إلى روسيا وبيلاروسيا التي تحدث عنها، ولكن العمليات الإجراء من ماريوبول تحديدا شهدت بعض الأعمال العسكرية التي حالت دون تحقيق هذه العمليات، عملية الإجراء. وزارة الدفاع الروسية، ودعني أنقل هذا الاتهام وننتظر ردا منك، وزارة الدفاع الروسية تقول إن مسلحي أزوف وهم جزء من الحرس الوطني الأوكراني يزرعون ألغاما في ماريوبول ما أدى إلى تعذر خروج المدنيين، كيف تردون؟ لا يعني بالعكس، الاتحاد الروسي نفسه يعدل الخروج المدنيين من مدينة ماريوبول مرتين يعني، عطل إنشاء الممرات المدنية للخروج المدنيين من هذه المدينة، ويعني عن طريق قصف المدفعي وعن طريق قصف يعني بالصواريخ والقنابل يعني في المدنية لهذه المدينة. إذن روسيا نفسها يعني غير مهتمة لإنشاء هذه الممرات من مدينة ماريوبول، ومهتمة يعني في إحداث الكارثة الإنسانية في تلك المدينة. إذا تنفون الاتهام الروسي وتقولون إنها بالعكس هي من قامت بهذا الفعل، ومع هذا ستتحدثون مع الروس مباشرة، لافروف سيلتقي بكوليبا وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا. وزير الخارجية الأوكراني يقول إنه مستعد لهذه المحادثات التي ستجري في تركيا في أنطاليا تحديدا على هامش هذا المؤتمر، على شرط أن تكون روسيا جدية. ما المنتظر من هذه المحادثات؟ نحن منذ بداية هذا العدوان الإجرامي وغير مبرر قلنا أننا جاهزين ونحن على استعداد التام لإجراء المفاوضات مع موسكو إن كانت على الجد، إن كانت جدية. الجدية شو يعني؟ يعني أن روسيا لا تطلب منا استسلام، ولا تطلب منا تغيير نظام الحكم، ولا تطلب منا الرفض وحدة أراضينا، وهذا يعني المفاوضات الجدية، لأن هذه المبادئ أساسية لوجود أوكرانيا، وكيف ممكن نقبل هذه الشروط من جانب الموسكو؟ هذا يعني غير مقبول. ولكن إلى غاية الآن روسيا ما زالت ترفع هذه المطالب، إذن لماذا هذا اللقاء في أنطاليا التركية؟ تنتظرون ربما أمر إيجابي سيحدث اختراق ما في هذه الأزمة؟ للأسف نعم، موسكو يعني حتى الآن تنتظر منا استسلام يعني غير مشروط. ولكن نحن نستمر في التصدي هذا الهجوم الروسي، ونحن في نفس الوقت على استعداد لإجراء المباحثات مع موسكو، لأن نحن مهتمين بوقف إطلاق النار، لأن إطلاق النار يحدث الكارثة الإنسانية في أوكرانيا، وكمان روسيا تستخدم إطلاق النار لإهداف هذه الكارثة ولإرهاب العالم كله وحتى لإرهاب نووي. نحن نتذكر قصف المفعل النووي في مدينة إنرجودار، وهذه المحطة أكبر محطة نووية في أوروبا، زابوريجيا قصفت في إنرجودار في مدينة إنرجودار يعني قرب زابوريجيا، المحطة تقوى يعني في مدينة إنرجودار، وهذه المحطة أكبر محطة في أوروبا، وروسيا قصفت هذه المحطة عمداً قصفت، ونحن كنا يعني على يعني وهي فتحت الباب للكارثة النووية. في المقابل روسيا تقول إنها لم تقصف هذه المنطقة وبأن الأوكرانيين أو تقول إنها متعصبين من الأوكرانيين. في سؤالي الأخير بعد لقاء سؤالي الأخير، تسجيلات فيديو يعني لهذا القصف من جانب الروسي،
نعم سيد فيتالي، في سؤالي الأخير، بعد لقاء وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا تركيا في العاشر من هذا الشهر، هل هناك معلومات أو مؤشرات على إمكانية لقاء الرئيسين زيلينسكي وبوتين؟ رئيس أوكراني فولوديمير زيلينسكي كمان يقول يعني كل يوم إنه مستعد لإجراء المباحثات مباشرة مع رئيس بوتين، وهو يكرر هذا كل يوم إنه جاهز. إذن أنا ممكن بس أقرر يعني كلمات الرئيس الأوكراني، نحن مستعدين والرئيس شخصيا جاهز. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دبي فيتالي المتحدث باسم سفارة أوكرانيا في الإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.